اللي انا عايز اتكلم عليه برضو ودي هماني قوي موسيماني. موسيماني يعني المباراه دي بصراحه كان عنده كابتن هاني جرأة كبيره قوي في التغييرات. اولا ما استناش على التغييرات كتير، غير من بدري اول مره دي لان هو حاسس ان المباراه دي خروج مغلوب. هو تقريبا نزل طبعا طاهر ونزل صلاح محسن بالظبط، فهو من بدري قوي يعني عاده المدربين بيستنى حتى 10 دقايق ربع ساعه يشوف الدنيا ماشيه ازاي. لا هو غير من بدايه الشوط الثاني وغير مين؟ غير اثنين، واحد اول مباراه ليه مع النادي الاهلي طاهر مظبوط، وصلاح محسن يعتبر برضه بدايه بعد رجوع من اعاره، وماتش كاس وفرقه مغلوبه يعني لو نزلت ولا قدر الله حصل اخفاق بتبقى في تعب بالنسبه للاثنين دول بالتحديد، مجهود اضافي البدايه مع هو من نفسهم مع كمان الجمهور مع يعني عوامل كتيره قوي. وهو برضو يعني خد مخاطره كبيره قوي ان برضو لسه لعيبه يعني بالذات طاهر لسه ما فيش انسجام ونازل في توقيت صعب. في الغالب دايما اللعيبه الجديده بتنزل في توقيتات المدرب والكابتن هاني عارف والكابتن مدحت عارف الفرقه كسبانه وانزل بقى ياخد انت فاهم ازاي، ياخد الاحساس واللعيبه تساعده ما بقاش في ضغط. لا ده ضغط غير عادي.